انتبهوا ما ينكسرش، حطهم فوق الطاولة أو لا نزلهم لتحت أفضل. يلا يا أبطاي استعجل شوي. يعطيك العافية. هذا شو جابك بهالوقت؟ أنت ليش استغربت كينان؟ إجيت لوقف على راس شغلي وكمان لشوف التحضيرات بصفتي صاحبة العرس. أهلين وسهلين. هازال على راس شغلة ما بترتاح، مبين إنك طول الليل ما نمتي. عيوني ما غمضوا ولا دقيقة. أي هي أنت ما بترتاحي بالشغل. ما حدا بيعرفني أكتر منك. في معي شوية أغراض بالسيارة، في حدا يساعدني؟ أنا موجود. اتركيها زال، تقيل أنا باخده. بس مو تقيل، بالدير كنت أحمل أثقل من هيك. يا لطيف ما أعندك، عم قلك اتركي. قسما بالله أنت مثل البنات الصغار ما بتسمعي الكلام ابنه. وأنت مفكرني بنت مدللة. في جواته شغلات بتنكسر، انتبهي منيح. تمام بنتبه. هدول ديري بالك هزار، شوفي شو كنت بدي ورجيكي، خطروا على بالي. انت برأيك اي منهم؟ نستخدم الاثنين. لا ما بيصير، لازم بس واحد. دائما الافكار بتاخدني وبتجيبني، وبخصوص رجال مثل كينان عطول بشك بحب كينان إلي. اوف ما شاء الله معلم، كل شي فكرت فيه بس ما خطر على بالي اني شوفك عريس. ليش حافظ ما بيليق فيني يكون عريس؟ لا العفو مو هيك قصدي، اذا في رجال بيستحق يكون عريس فهو انت. على راسي، بس على الاغلب ختيرت شوي على كلمة عريس. لا تقولها معلم، ليش مو انت دايما اللي كنت تقول الحب والعشق ما إلن عمر؟ خير إن شاء الله حافظ. كأنك صاير عم تلمح كتير على الحب والعشق. ما قصدي شي بس مجرد كلام. والله الظاهر إجا من نصيبي اليوم. هلأ أنت فكر بالباقي حافظ، رح يجيك الدور كمان. يلا يلا يلا. خالتي قرب موعد العرس وصاروا ايدي ورجلي عم يرشفوا. وانتي شو إلك علاقة؟ يلي بيسمعك بفكر انه عرسك. لو سمحتي لا تقولي هيك، حفلات الاعراس افضل مكان لتلاقي البنت العزبة زوج المستقبل. شو هاد؟ عيب عليك يا بنت. هي شو فيها كذب يعني؟ بعد ما اختي ملك وعمي عزيز يتزوجوا بيصير دورنا. انتو؟ قصدي العزابية. على الأغلب أنا فهمت مشكلتك، بس لنشوف. تركي الحكي الفاضي وارجعي لشغلك. يلا يا ربي دخيلك يا ربي.
هازال وين انتي؟ هلأ خلصت الشغل أمي وجاية فورا. طيب لكن تعالي بسرعة، ما رح بلش لحتى تجي. تسلم لي العروس اللي بتسمع الكلمة. عأساس عندي خيار تاني غير إنه أسمع كلامك حبيبتي. أنا جاية فورا، بدي روح لعند أمي المسا بشوفك. ماشي بشوفك، سلمي لي عالكل. ماشي وصل. أهلين بهدير. أهلين فيك كنان. أخذت أول شغل إلك؟ ألف مبروك أخي. على رأسي. اسمع، أنت معزوم، عم بستناك المساها. كلياتهم من عيلتي، رح تحبهم كتير. لا، بلا ما سبب إزعاج لحدا. أي إزعاج أخي، بلا تخبيص وفرصة لتتعرف عليهم. طالما أنت مصر كنان، البنت يلي طلعت من هون قبل شوي مين هي؟ هازال؟ بنت الخال عزيز، صاحبة العرس، وبنفس الوقت هي صاحبة هذاك المطعم. خلينا نفوت لجوا، تعال. آنسة أرماك، أنتي منيحة؟ منيحة. طيب بدك أعمل لك شي؟ بدي أبقى لحالي شوي نافرة، ممكن تروحي رجاءً؟ فورا البيك اجت الآنسة أرماك. ليكون صار شي لأرماك. لا تشغل بالك، صحتها منيحة، بس كأنه شكلها معكرة شوي، حسيت وكأنه متضايقة من شي شغلة، وأنا حبيت خبرك. طيب طيب أنا جاي فورا، وانتي لا تتركيها لوصل. ماشي يا بيك، لا تاكلها. يا ترى أرماك ليش ما عم ترد على موبايلها؟ أنا وكنان جهزنا كل شيء، لو تشوفي القارب صار بجنن. كنان كتير ساعدني بالشغل. الله يسلمه. هازال في شيء لازم قلك ياه. قولي أمي. بنتي، حطي مسافة بينك وبين كنان. ليش أنا قريبة منه أكتر من اللازم؟ لا حبيبة قلبي، مو هيك قصدي أبداً. لكن أنت شو قصدك أمي؟ بنتي، بعرف قديش بتحبي كنان، وبعرف منيح الظلم اللي أنت تعرضتي له. أنا فهمانة كل شي هازال، بس هلأ كنان متزوج وخايفة أنه تغلبكن مشاعركن وتوقعوا بشي غلط. حبيبتي، ما رح يصير أي غلط. شو رأيك لو تثقي فيني؟ بنتي، كيف بتفكري بهالطريقة وبهيك يوم؟ أنا ما كان قصدي زعلك أبداً، بس ما بدي يطلع أي حكي فاضي. أنا ما عم ساوي شي غلط، وإذا حدا قال أي كلمة سيئة أنا بعرف دافع عن حالي، فلا تاكلي هم.
كينان؟ مفاجأة. بقت الورد كتير حلوة. فرحت لأنه عجبتك. من الصبح عم بشتغل بتحضيرات عرس الخال عزيز، صار كل شي حلو، رح يعجبك لما تشوفي. عن جد؟ كنت لحالك؟ لا، أنا وهازال. هي أساساً جابت الزينة والأغراض وزبطناهم مع بعض. تعبنا شوي بس تستاهل، وأساساً هي بتكون صاحبة العرس. لهالسبب أصرت أنه تأشرف على كل التحضيرات بنفسها. أرماك، أنت منيحة؟ كل شي تمام؟ إيه، شوفي، اتصلت نيفرا وقالت حست كأنك متضايقة، وأنا قلقت. أنا منيحة، لا تضغطوا علي، بس تعبانة شوي. يا عيني، أنا شايف وكأنه أنتوا الاثنين عم تبادلوا بعضكم بالمفاجآت. شو قصدك؟ يا صياد السمك، عرف قيمة أختي منيح. هي راحت من الصبح بكير على المينا لتساوي لك مفاجأة. قلت لها صياد السمك ما بيفهم ورح يزعلك، بس هي ما بترد علي وطلع معي حق. ما؟ ها، حطي هدول فوقن. ماشي. وهي كمان. طلعي فيني، حطيتي المقبلات؟ ايه حطيتن. ايه انتي متأكدة؟ ايه متأكدة، حطيت كل ها شي. ها اجوا يلا بسرعة، ان شاء الله ما يكون نسياني شي. يلا خدوا الاغراض بسرعة. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين، كيف بقدر ساعدكم؟ اهلين فيكي، جينا مشان ناخد الاكل. كل شي جاهز. حافظ، مين يلي رح يوزعون هنيك؟ نحن. انتو؟ ما بيصير ابدا. ليش؟ لازم تلمسون ايد نسائية، بعدين انتو شو بيعرفكم بالاكل والتقديم؟ شغلي بسيطة من حلة، لا تقلقي. ما بيصير، لازم روح معكم انا كمان. ماشي، تعي لنشوف. تبوا يا رجال، عم اهلكون. هاي شو عم بتساوي؟ والله ما بعرف، قال بدها تروح معنا. ليش لا تروح معكم؟ لسه كتير بكير. بدها تزبط موضوع الأكل. طيب أنا رح أروح. ماشي، روح حافظ. يعطيك العافية. وأنت يعطيك العافية. شكرا. ماشي، روح يا بنت، كل عقلة وتفكيرة باللعب والتسلاية. إيه بنات هالأيام. عن جد أنتي الصبح رحتي على المينا؟ طلعت من البيت لروح على المينا بس. ايه، ليش ما شفتك؟ أنا لما كنت بالطريق ما حسيت حالي منيحة، فرجعت على البيت فورا. طب ليش ما خبرتيني؟ ما حبيت أشغلك بالك من الصبح. معقولة هالكلام أرماك؟ المفروض أنك تتصلي فيني بهيك حالة. ماشي، ما عتعيدها مرة تانية. بلكي صابك شي أو لا سمح الله تعرضتي لشي حادث. قلت لك ما كنت بعيدة كتير عن البيت، اجيت ونمت. اوف، اي كأنه المكياج زيادة شوي. اذا ما كان زيادة بهاليوم فامتى رح يكون؟ طالعة كتير حلوة. شو بيعرفني، بلكي ما عجبت عزيز. يا لطيف، شو بتضحكي امي؟ ما بتعرفي انك بتعجبي لأبي كيف ما كنتي؟ طيب منخففه شوي. لا، انتي هيك كتير حلوة. ايه ماشي، على اساس رح تسمعيني. انا رح روح شوف بابا، لا تغيري شي. ماشي ماشي. عمتي؟ ها؟ تعي شوفي امي. ملاك، ما شاء الله انتي طالعة كتير حلوة. شو ملك خانو، ما عجبك؟ مو عاجبة؟ لا مو هيك القصة، ورجيني لشوف تيابك عمتي. اوه نرجس خانو مطالعة حلوة كتير. عادي لحطلك مكياج. طيب بس بنتي لا تبالغي كتير. ماشي ماشي عمتي، ما رح بالغ. وين ميلوش؟ الخانوم هي تحت. شو القصة؟ راحت وتركتني لحالي بالمطعم، قال لتساعد بالقارب. وشو فيها يعني إذا راحت تساعد بالقارب؟ أنا بعرف شو هدفها. هي جاهزة هلأ؟ إيه عم بتجهز حالة تحت.
لو إنكم تشوفوها البنت صارت كلياتها ألوان مثل المهرجين. هي أساساً كتير بتحب الألوان. حطيهم هون، شوفي إذا كل شيء تمام بالمطبخ. ماشي. مرحبا. أهلا وسهلا، ليش اجيتي بكير؟ طبعا ما تحملتي، أكيد ما رح ترتاحي لتجي وتشوفي كل شيء بعيونك، مو هيك؟ هيك طبيعتي، شو بدي ساوي؟ بحب اطمن. كتير منيح. ليكي بهديك الزاوية تيجي وتأكدت من موضوع الكهرباء. ممتاز. الشغل بالمطبخ تمام وكل شيء جاهز، وكل المشروبات بالبراد سيدي. انت عسكري منيح، شكرا. بالمناسبة يلي رح يكتب الكتاب جاي على الموعد كمان. نحن سوا بعرس تاني. صحيح، هالمرة اثنين من أكتر الناس اللي منحبهم رح يتزوجوا. رح يكونوا زوجين مبسوطين، ونحن ضلينا سنين عم نحلم، بس شو لقينا؟ حتى الحلم كان حلو، مو نصيبنا. سيد كينان ممكن تجي؟ هذا دي جي، أنا رح شوفه. رح روح شوف الأكل. أوه شو هالجمال، لوين؟ معزومة على عرس عمي عزيز. يا عيني، الذئب الختيار رح يتزوج. على أساس نحن شراكة، بيعرف يجي على أعراسنا ويخربها، بس ما بيعزمنا على عرسه. هنن قرروا يساووا حفلة صغيرة بين العائلة، لهالسبب ما عزموا حدا. طبيعي عزيز توبراك يتصرف هيك لأنه ما عنده لباقة أبدا. مين رح ياخدك على العرس؟ جاي الشوفير. الشوفير؟ وهو رح ياخدك؟ حلو كتير. وشو عم يساوي كينان؟ شو هو مو محسوب على الرجال سينان؟ أنت المهمة بالنسبة إله ولا عزيز توبراك؟ الموضوع مو بس حفلة عرس بالقارب، هاد أول شغل بياخده كينان، وهو ما بيقدر يترك مكان شغله. لك أرماك، أنت المفروض تكوني أهم شي بحياته، ليش ما عم تفهمي بنوب؟ بس حسب ما عم شوف بيهتم بالكل أكتر من مرته. أساساً بعد فترة رح تفهمي كلامي، بس رح يكون فات الأوان. خلص أخي، أنت دائماً بتحكي معي بهالطريقة وبتحاول تشوش لي عقلي، بس بترجاك خلص، أنا بدي أطلع من هون. أرماك استني شوي. أميرتي أنا عم أحكي هيك لأني عم فكر بمصلحتك، ليش ما عم تفهمي انك بتستحقي الافضل؟ تمام، بوعدك ما عاد افتح تمي ابدا. ان شاء الله تنبسطي بوقتك ارماك، بس انتبهي لا تتعبي حالك. ما بيخطر على بالك انه كلامك ممكن يزعل ارماك؟ سينان انت اخر شخص بهالحياة بحق له انه ينصحني، لهيك سكوت. بنتي بعدي رح نتأخر ميلوش، يلا بعدي. لا ما رح بعد أبدا ميلوش، العريس والعروس رح يتأخروا على كتب كتابهم. بنتي افتحي الباب ولا تعملي مشاكل. انت بتفهم بالعادات يا عمي عزيز. هما شو؟ يلي كتير حابب انه يشوف عروستنا الحلوة لازم يدفع أكرامية. ولك ميلوش المجنونة، تفضلي. الله يعود عليك عمي عزيز. انتو جاهزين؟ يلا افتحي. تفضلوا. تاتا. ملاكي نمشي ملاك. الله يحميهن من العين، اعطيني هاي لشوف. استغفر الله العظيم، شو هالبنت، الله يعطيها العقل.